قالت وزارة الداخلية أن روكو مورابيتو سيد المخدرات الهارب الذي له صلات بعصابة نادرنغيتا الإجرامية القوية وصل إلى إيطاليا اليوم الأربعاء بعد تسليمه من البرازيل لقضاء عقوبة السجن لمدة 30 عاما، حيث ألقي القبض على مورابيتو في البرازيل في مايو من العام الماضي بعد أكثر من عقدين من الفرار. وأضافت الوزارة أن مورابيتو الذي يعتبر أحد كبار وسطاء الاتجار الدولي بالمخدرات قد أدرج في قائمة أخطر الهاربين في إطار برنامج البحث الخاص بها. وأذكر أن البرازيل أصبحت في السنوات الأخيرة دولة رئيسية في تجارة المخدرات عبر المحيط الأطلسي، حيث اتحدت عصاباتها مع عصابات الإيطاليين والهولنديين والبلقان لنقل كميات قياسية من الكوكايين إلى أوروبا، وذلك بإغراء من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب.